وفاة عبد القدير خان أبو القنبلة النووية الباكستانية. تعرفوا معنا على التفاصيل. توفي عالم الذرة الباكستاني عبد القدير خان إثر إصابته بفيروس كورونا، وخان هو بمنزلة بطل قومي، فقد جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم، ولكن الغرب ينظر إليه كمسؤول عن تهريب التكنولوجيا النووية إلى بلدان أخرى. توفي عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن عمر 85 عاماً، وكانت الوفاة بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة، ودخل المستشفى في أغسطس بعدما إصابته بكوفيد-19، ثم أعيد إلى المنزل قبل أن تتدهور حالته صباح الأحد. وكتب الرئيس الباكستاني عارف علوي على تويتر معرباً عن حزن عميق لوفاة العالم الشهير، وذكر رئيس وزراء باكستان عمران خان أن العالم حظي بحب الأمة لإسهاماته الحاسمة في جعلنا دولة نووية، ولأنه بالنسبة إلى شعب باكستان كان رمزاً وطنياً. وذكر وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد أنه ستتم إقامة جنازة رسمية لخان الحاصل على أعلى الأوسمة المدنية تقديراً لخدماته للبلاد، وسيتم تنكيس الأعلام حداداً على روحه. وعبد القدير خان من مواليد الأول من أبريل عام 1936، وهو عالم باكستاني في الفيزياء النووية ومهندس بعلم الفلزات وعلم السبائك. يعتبر عبد القدير خان الأب الروحي للبرنامج النووي الباكستاني، حيث إنه مؤسسه والعنصر الأبرز في وجود أول قنبلة نووية باكستانية. في عام 1974 أطلقت مفوضية الطاقة الذرية الباكستانية برنامج تخصيب اليورانيوم، وفي عام 1976 انضم خان إلى المفوضية، إلا أنه لم يستطع إنجاز شيء من خلالها، وفي شهر يوليو من العام نفسه أسس معامل هندسية للبحوث في مدينة كاهوت القريبة من مدينة راوالبندي، بعدما أخذ الموافقة من رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو بأن تكون له حرية التصرف من خلال هيئة مستقلة خاصة ببرنامجه النووي. وفي عام 1981، وتقديراً لجهوده في مجال الأمن القومي الباكستاني، غير الرئيس الأسبق ضياء الحق اسم المعامل إلى معامل الدكتور عبد القدير خان للبحوث. أصبحت المعامل بؤرة لتطوير تخصيب اليورانيوم، حيث عمل خان على العديد من المشاريع لتطوير الأسلحة الباكستانية النووية.